السلام عليكم ورحمة الله. آية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم من الآيات اللي لازم نفهمها كويس ونتدبر في معانيها ونسقطها على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، لأننا لو لم نتعلم جيدا الفرق بين الآية المحكمة والآية المتشابهة قد يأتي إلينا شخص ويخرجنا من الطريق المستقيم إلى طريق الهوى والضلال والفتن. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق الضالة وقال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وعلشان نكون بإذن الله من الفرقة الناجية لازم نسير على نفس الطريق وعلى نفس النهج في فهم الآيات المحكمة والمتشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله هو وحده الذي أنزل عليك القرآن يا محمد، منه آيات بينات واضحات ليس فيها إشكال ولا شبهة، هن أصل الكتاب. ومنه آيات أخر فيها لبس تحتمل بعض المعاني، فماذا نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم. ودعونا الآن نأخذ بعض الأمثلة للآيات المحكمة والآيات المتشابهة. لما نقرأ مثلا قل هو الله أحد، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن الله واحد أحد، لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه. وحين نقرأ ليس كمثله شيء، ماذا نفهم؟ نفهم من ذلك أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقس على ذلك آيات كثيرة من الآيات المحكمة في القرآن الكريم. والآيات المحكمة هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب، كالرأس للجسد وكالراية للجيش. أما الآيات المتشابهة فيها لبس تحتمل أكثر من معنى، كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. فيجب علينا لكي نفهمها أن نرد تلك الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة، وهي: ليس كمثله شيء. وذات مرة سئل الإمام مالك عن معنى الرحمن على العرش استوى، فأطرق مليا ثم أجاب: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك قام برد المتشابه إلى المحكم، إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهناك من الآيات المتشابهة آيات تتحدث عن الروح، وآيات تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وآيات تتحدث عن نعيم الجنة وعذاب النار، وآيات تتحدث عن حقيقة الجن والملائكة، وآيات تتحدث عن الحروف المقطعة وغيرها. ولكن لماذا لم ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم محكما كله؟ لماذا المتشابه؟ هو ابتلاء من الله واختبار وامتحان للناس، وعلينا أن ننجح فيه. جزاكم الله خيرا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.